هذا سائل يقول: ما حكم من أخذ إبر السكر في نهار رمضان؟ من أخذ إبر السكر إيه؟ في نهار رمضان لمريض السكر، وهل هي تعتبر من المغذيات التي تصل للمعدة أم لا؟ المعروف أن الإبر اللي تؤخذ في الوريد أنها لا تجوز للصائم، أو الأبر المغذية لا تجوز للصائم. أما الأبر التي تؤخذ في العضل أو تحت الجلد هذه لا تؤثر على الصيام. نعم.